ايت سمارت مع رندا فهد. اليوم مثل كل نهار اربعة محضرت لنا طبق رح تخبرنا من شو مكون وشو فوائده الغذائيه. بونجور رندا. بونجور. اليوم حضرتي لنا كبه بطاطا بالكينوا جلوتين فري، طبق بغذي وبنفس الوقت غني. اكيد عندنا هلا فتره الصيام لكل الاشخاص اللي هن قاطعين، بدنا نضلنا هيك عم تعمل لهم افكار حلوه، وكمان عندنا نوع من الترويقه او اللي بده بياخذها سناك كمان معموله بالكينوا، شغلتين اليوم رح نحكي عنها. رح نبلش قبل ما نشوف الطبق بالخبريه تبع اليوم. على الاكيد كمان ما بدي انسى اذكر المشاهدين تابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج ار دي اف، تحطوا لايك بتصيروا عم تتابعوني. نحن دائما لورا مثل ما بتعرفي عم نجاوب على اسئله المشاهدين كل نهار تنين، ففيهم على هالبلاتفورمز كنا عم يسألوا الأسئلة ونحن التنين بكون عم جاوبون على أسئلتهم. أكيد. خبريتي اليوم زمان إلي ما حكيت عن الكحول. هلأ أنا والكحول مني صحبة، بس والأشخاص اللي هن بيشربوا كحول بنخاف كتير من الإدمان، مشان هيك مش دايما بيكون الحديث على هالموضوع. نحن بنعرف أنه رح بلش فيه أنه كثرة الكحول أكيد بنخاف منها من الإدمان. الكحول معقول تؤدي لأمراض كثرتها، أمراض سرطانية، معقول تؤدي لأمراض بالقلب، أمراض بالضغط، معقول تؤدي لديبريشن إلى آخره. فإذا هون إنه نكتر من شرب أو أكيد أمراض بالكبد، أكيد نكتر من المشروبات الروحية، هيدا شيء منعا باتا. شو يعني نكتر؟ شو يعني فينا نشرب؟ خلينا نحطها بهال نكتر يعني يوميا صرنا عم نكتر؟ هلا إذا أشخاص حطوهم ضمن نظامهم الصحي، النساء شربوا كيس بالنهار ضمن نظامهم الصحي إذا أوكي، والرجال كيسين. الكيس بنحكي رح أعطي مثلا لمبيت 150 مليلتر عند النساء، يعني 300 مليلتر عند الرجال يوميا، وتقسموا بهالطريقة. لكن هون بدنا نشوف وين هو الصحي فيها وليش عم ينقال إنه إتس أوكي. اليوم الدراسة انعملت مش بس إذا هي صحية أم لا، انعملت على توقية شرب الإمبيد، يعني هل بناخده مع الأكل أم لا إمبيد أو غيره من المشروبات. وبهالدراسة أخذوا تقريبا 8600 شخص، والدراسة انعملت على 11 سنة، وتبين انه الاشخاص اللي كانوا عم يشربوا كيس نبيد، عم بحكي بس عن نبيد هون، مع الاكل، هيدا الشيء خفف من خطر انه يصير معهم نسبه السكري تايب 2 بنسبه 14%. فاذا هو حماهم من انه يصير معهم سكري تايب 2، وحتى اللي كان معه سكري تايب 2 كان هون كمان عم ينحمى، يعني عم يساعده هالشيء اذا شرب كيس النبيد مع الاكل. أوكي. هلا بالدراسه بينت انه كيس نبيد اذا شرب بعيد عن الاكل لا ما كان في حمايه، وبالدراسه بينت انه هل اذا شربنا الغير انواع من الكحول هل هو رح يحمي؟ كمان الجواب هو لا. فانا بقول انه يمكن اللي شرب كيس نبيد بينشرب على مهله، بيكون عم ياكل كمان الاكل عم ياكله على مهله، كمان هالشيء فيكون عم يساعد وما يكون شخص عم ياكل كميات كبيره، ويكون الشخص يمكن استلذ بهالمشروب. غير انه بدي اقول انه طبعا دائما بنقول انه الانبيد فيه خصوصا الاحمر الريزفيراترول اللي هو دائما بيكون عم يحمي، وبنعرف نحن حمايته للقلب. فهي دراسة جديدة مهضومة بتشجع على شرب الألكول مرة بالنهار اللي هو كيس بالنهار مع الأكل 100%. رح ننتقل للوصفة يلي محضرتيها اليوم، كبة بطاطا مع كينوا، غريبة شوي. هلا ليش؟ اول شغله انا بدي بروتين، وبدي بروتين زياده. فاذا وقت انا بتحط بروتين زياده بطريقه اللي هي الطريقه النباتيه رح شوي التجه للكينوا. ثاني شغله نحن بنعرف انه كثير اشخاص بيعملوا بلوتينج هالنفخه من تناول مثلا البرغل، بكون هون بعد شوي عن البرغل. وطبعا مثل ما بنعرف الكينوا هي جلوتين فري، بكون كمان فدت هول الاشخاص. فنحن هون لاربع اشخاص انا مستعمله اربع رصوات بطاطا متوسطين مثل ما رح نشوف هون، مستعمله المطبوخ كوب كينوا كامل مطبوخ، اجمالا نص الكوب الناي هو بيعطي كوب مطبوخ، برشه ملعقه كبيره من زيت الحامض، اكيد حاطه معه بعد ما سلقتهم، حطيتهم سوا الملح والبهار، حطيت كمان بصلتين صغار قصقصتهم كثير ناعم، هيدي بتحمل بصل، وقصقصت كمان ملعقة كبيرة من البقدونس.
فهي كلها خلطتها بطريقه كثير ناعمه مع البطاطا، لكن البطاطا الكينوا زيت البقدونس ملح وبهار، خلطتهم سوا بهالطريقه، وبعدين رجعت حبيت انه اكون عم زينهم، فاكيد هون الزينه اجت بشويه نعناع البندوره، واجا هون عندي الفجل اللي هو حسناته كثير كبيره عشان هذا نرجع عم نحكي عنها، وباكل القاطع اكيد الفجل شيء على طول موجود، على طول بالبراد موجود 100%. هلا هون اذا بتشوفوا الفجل منشان منه الاخضر، بس انتم بالبيت بليز بدكم تاكلوا كمان الاخضر اللي بيجي على الكعب تبعوله لانه كثير مفيد. هلا بهالريسيبي انا هون حاطه لشخص واحد، سو ريسيبي هيدي البطاطا لشخص واحد بتكون بس 288 كالوري، يعني كثير قليل الكالوريز تبعولها، يعني غدا كامل وجبه كامله بس نفس الوقت ما فيها كثير كالوري. هلا وجبه كامله لشخص بياكل قليل، بس لشخص بياكل اكثر هيدي وجبه بدها خبز ساعتها، يمكن يزيد لها نشويات، يمكن يزيد لها مثلا ضلوع السلق، يكون في شويه دهنيات، يمكن يزيد الافوكادو بقلب السلطه، يعني كل شخص عنده طريقته بتناولها. بتحتوي على كثير كميه كبيره من الالياف، وبتحتوي تقريبا على 8 جرامات من البروتين. هلا رح انتقل للطبق الثاني اللي هو بدي اعمل كينوا واعملها ستيل ترويقه، اما اللي بيفطر الساعه 12 بياكلها، اما فينا نعملها بعد الظهر. فهيدا الطبق بس لتعرفوا انه هو معمول لشخصين. انا اول شيء بحضر لاربع اشخاص سالقه نص كوب الكينوا، يعني رح يعطينا مثل ما قلت كوب كامل مسلوق، مستعمله هم ملعقتين من الشيا سيد مثل ما بنشوف هون، ومستعمله اربع اكواب من حليب اللوز. فاذا بنرجع بنحط الاربع اكواب من حليب اللوز، بنحط معهم الكينوا والشيا، بتعرفي وقت ينقعوا خصوصا مع الشيا رح يجمدوا. بعد ما هن جمدوا انا حطيت الكمون، سوري السينمون، القرفة، رشة قرفة ملعقة صغيرة. بدي حليهم دايما طبعا طيب انه يكونوا حلوين، حليتهم بميبل سيرب هالمرة، فحتى ملعقتين كبار ميبل سيرب تذكري لاربع اشخاص. اخف من العسل؟ لا نفس الشيء. فوائد شوي بتختلف، يعني العسل عنده فوائد معينة، هو فوائد معينة بس فينا تانية. كمان اللي مش موجود عنده بحط عسل، بحط عسل مش موجود في حط سكر. بالنتيجة إذا أنت حطت ملعقتين كبار وأخذت لأربع أشخاص، أخذت لكمية صغيرة ما رح يطلع لك كمية كبيرة من السكر، سو كمان مشاهدين ما بدي يخافوا منه. وطبعا الزينة كانت ب لأربع أشخاص ملعقتين اللوز، كانت بموز صغيرة مثل ما شايفين هون، وما في يقدم طبقي بلا موانع تأكسد ماكسيموم اللي كمان موجودة بالبرز، وكنا عم نحكي طبعا على أنواع البرز اليوم أنا وأنت، قدهن مش بس مفيدين قدهن طيبين بأكلاتنا. يعني هلأ مثلا مثل هالأيام في الفريز موجود بكترة متواجد، يعني متوفر على طول، ممكن نحط فريز عليها. سو دايما بدنا نشتري الأشياء اللي هي موجودة، أو البرز الحلو فيهم نحطهم بالفريزر، يعني كمان بيقدر نحطهم بالفريزر نشتريهم بموسمهم ونكون عم نستعملهم وقتا نحن بحاجه. هلا كمان عندي الحصه الوحده هون فيها 288 وحده حراريه، كمان تقريبا 7 جرامات من البروتين، وفيهم كميه كثير عاليه مثل ما قلنا من الالياف. بس بدي نبه المشاهدين، الكيس اللي عم تشوفوها هون واللي بينت على كذا مره هي مش لشخص واحد، هيدي يعني قصدي مش بورشن وحده، هيدي حصتين. فلورا اذا بدي اقول هون الحصتين طلعوا اكثر من 500 كالوري، يعني هالكيسة الكينوا اللي شفناها فيها تقريبا 500 كالوري بهالكيس اللي هي حصتين، بينما كبه البطاطا هالكميه هي فيها نص الوحدات الحراريه. مع انه البطاطا بتوحي انه فيها اكثر وحدات حراريه، مشان هيك واحد بده ينتبه. بالنتيجه هي الكميه اللي عم تاخذيها، يعني هون نفس الشيء اذا انا حطيت نص الكميه وبكل هالغذاء اللي هو موجود بجنن، فبده واحد كمان بده يعرف حاله الكميه اللي بده ياخذها. ومثل ما قلنا في ناس بحاجه لترويقه تكون تقريبا 300 وحده حراريه، في ناس بحاجه لل 500 كمان حسب حرارية. شو بيتغدوا ويا ساعه، يعني قد بعيده الترويقه عن الغداء او الغداء عن العشاء كمان، وقد ايه هن جسمهم بحاجه. هل انت عم تاكلي 2000 كالوري 3000 كالوري 1500 حسب انت قد عم تاكلي بدك تكوني عم تقصني. صحيح. طيب الكينوا شو فوائده هو بحد ذاته؟ يعني فينا نستبدله بالرز، بالبرغل، بالقمح، شو بيفرق عن بعضه؟ هلا طبعا في كثير ناس عم يقولوا لي الكينوا غالي بهالايام وانا نشتري كينوا، عم برجع
احكي بموضوع انه نحن اذا عملنا اشترينا كيس الكينوا رح احكي هيك وضايقه عم يعطينا كذا مره، مالي بتحرص شوي نحط شويه انفستمنت بالاكل احسن ما نحطها بمحل ثاني اذا قادرين، اذا لا او لا اكيد عم نستعمل يعني قد ايه بغزه تكون عم نعمل هالافورت وعم نجيبه. فهو مثل ما قلت هو جلوتين فري، هو تقريبا كومبليت بروتين، انتبهوا منه 100% كومبليت لانه اللايسين اللي فيه الامينو اسيد شوي واطي، بس هو فيه بروتينات اكثر من البرغل وطبعا اكثر بكثير من الرز، فمشان هيك نستعمله. كميه الالياف فيها في كثير عاليه، موانع التاكسد مثل الكوارسيتين موجود فيه كمان بيحمي الجسم وهو بيشبع، يعني في واحد يكون عم ياكله وبيشبع. فانا اللي عم اقوله انه هل نحن بحاجه له اليوم بدي اكل جلوتين فري، اليوم بدي بروتين زياده بستعمله، هل انا عم جيب الالياف والاشياء الثانيه من ماكولات ثانيه اللي هي ارخص، خليني اروح لهيديك. فهو كل انسان عنده الخيار، ونحن انا هون عم بعطي التشويسز. اكيد يعني اذا حدا واحد عنده القدره مهم انه يفوت بنظامنا الغذائي لو قد ما كان قليل بس بيضل يفيد شوي. ثانك يو رندا، هلا رح ناخذ وقفه ومن بعدها بنرجع.